ده يا ولاد المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط. هنا بقى هتستقر المومياوات الملكية بعد نقلها من المتحف المصري في التحرير. الموكب الملكي يا ولاد بيضم 22 تابوت ملكي من الأسر 17 و18 و19 و20، 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات. كنوز، تفتكري العربيات دي شكلها ايه من جوه؟ اكيد حلوه قوي، كفايه ان كل واحده من دول فيها ملك من ملوك مصر القديم. طب ايه رايك نشوفها من جوه؟ ازاي؟ نزوغ منهم بالراحه وندخل اي عربيه نشوفها بسرعه ونطلع على طول، وتبقى فرصه لو عرفتي تاخدي سيلفي جوه. شوفي بقى هتجيبي كام لايك. الله يا يحيى، فكره حلوه قوي. بس بقول لك ايه، لا 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 اكيد ده مش صح، بلاش بلاش يا يحيى. خلاص انت حرة. يحيى انت رايح فين؟ يحيى ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ده أحلى من اللي بشوفهم في الأفلام. بس الفرق إن التانيين بيتكلموا إنما ده ساكت. أكيد زمان كان فاكر إنه هيصحى ويقول الكلام اللي قالهن النهاردة أستاذ عصام. السلام عليك أيها الملك العظيم، أتيت إليك متحلياً بالحق، وما دمت بريئاً فاجعلني من المقربين إليك. إيه ده؟ انت مين؟ انا عايز اخرج من هنا. وايه المكان ده؟ احنا فين؟ ما اعرفش. وانا ازاي جيت هنا؟ ما اعرفش. انا كل اللي اعرفه اننا في حفل موكب المومياوات. موكب؟ انهي موكب؟ هو احنا في الاسره الكام؟ اسره؟ اسره ايه؟ احنا دلوقتي سنه 2021، وانت يعني المفروض ميت بقالك 3-4 آلاف سنه. يعني ايه ده العالم الاخر؟ لا نفس العالم بس زمن تاني خالص. ايه ده؟ في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مش مصدق اني بكلمك وانك قاعد قدامي. الحقيقة انا مش فاهم حاجة، بس عموما دي مش اول مرة يحصل لي فيها الكلام ده. حصلت قبل كده، وكل مرة اقابل شخص يحكي لي حكايات ليها العجب عن الزمن اللي بيعيشوا فيه. هو انت اسمك ايه؟ انا يحيى. وأنا الملك رمسيس الثاني، ابن الملك سيتي الأول والملكة تويا. أنا ملك كيمت. كيمت؟ يعني إيه؟ يعني البلد اللي احنا فيها دي، بلد النيل والحضارة العظيمة. تقصد مصر؟ هي دلوقتي اسمها مصر. مصر. أنا كنت ملك مصر. مش أنت وبس، الموكب ده معظم اللي فيه كانوا ملوك مصر في يوم من الأيام. معك حق. هو أنت بتتكلم عربي إزاي؟ الحقيقة معرفش، بس زي ما قلتلك كل مرة كنت قابل حد من زمن مختلف ألاقيني بتكلم نفس لغة أهل الزمن ده. وبعدين مش هتبقى أغرب من إني صحيت تاني. معك حق. بس معنى كلامك إن في مكان تاني زي اللي احنا فيه ده؟ دي عربية، حاجة كده زي العجلة الحربية على أيامكم، وانتوا هنا عشان اتنقلتوا من متحف لمتحف. متحف؟ والمتحف ده زي المعبد كده؟ يعني تقدر تقول هو مختلف شوية، بس نمشيها معبد. المهم أنا لازم أخرج دلوقتي لأن أكيد المدرسين وزمايلي قلقانين عليا. هو هينفع أشوفك ونتكلم تاني؟ مش عارف، بس أكيد في سبب خلاني أرجع للحياة علشان أتكلم معاك. تفتكر ايه هو السبب ده؟ معرفش. طب انا هقولك على سر خطير هيخليك تشوف عالم تاني مستحيل كنت هتعيشه، وبعد كل مغامرة ليك هتيجي المكان اللي انا موجود فيه وتقول الكلمة اللي انا هقولها لك. كلمة ايه؟ وتقصد المكان اللي هيبقى فيه الموميا بتاعتك؟ ايوة، المكان اللي انت بتقول اننا منقولين ليه. متحف الحضارات. بس ايه الكلمة اللي انت تقصدها؟
اتروعة. اتروعة يعني ايه؟ اتروعة يعني النهر العظيم باللغة اللي انت بتتكلم بيها دلوقتي. الكلمة دي هتبقى كلمة السر بيني وبينك. وش معنى النهر العظيم؟ لأن النهر له فضل الحياة على سكان الأرض دي من بداية التاريخ، سواء كمت أو مصر مش هتفرق، المهم إن استمرار الحياة هنا من استمرار وجود النهر. وأهم حاجة، مهما حصل لازم تفضل فاكر الكلمة دي كويس قوي وتقولها في الوقت المناسب. اتروعة. ايه ده؟ ده حارس البوابة حعبي. ها، جاهز؟ جاهز؟ جاهز لإيه؟ ايه ده؟